تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم مخالفة اتجاهها السعودي في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82 دولارا للبرميل، وتراجع سعر الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 77 دولارا و68 سنتا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك بلس رويترز أن التحالف سيدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما يجتمع في 26 نوفمبر الحالي.